معانا النهارده دكتور طارق الخولي، استاذ امراض القلب في المعهد القومي للقلب. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، كنا عايزين نسال ايه هي اعراض النوبه القلبيه وازاي نتفاداها؟ هو النوبة القلبية طبعا حاجة معروفة من قديم الزمن، أول ما الإنسان يحط إيده على صدره كده ويحس بخنقة هي دي النوبة القلبية. بس لازم نقول إن في أعراض بتبقى مهمة جدا وفي أعراض بتبقى يعني بتبقى عادي ومش لازم الواحد يخاف منها. الأعراض المهمة جدا إن الواحد أصلا يكون متشخص إن هو عنده شرايين ضيقة وقصور الشرايين، فلازم بعد كده إن هو يبقى متابع مع الدكتور وعارف إن هو ممكن بعض المجهود يخليه يجيله نوبة قلبية، بعض الإهمال في الأدوية، ما بياخدش الأدوية مظبوط، كل ده ممكن يعرضه للنوبة القلبية. تبقى عبارة عن ألم في الصدر أو إحساس بالإغماء أو إحساس بضربات قلب سريعة أو إحساس إن هو هبطان، هي دي أهم حاجة في أعراض النوبة القلبية. وهنا لازم يستشير الطبيب بتاعه على طول أو يتوجه لأقرب مستشفى أو عيادة قريبة منه. إيه الحالات اللي بيستخدم فيها القسطرة؟ القسطرة طبعا دخلت دلوقتي في مجالات كتير، يعني في أطفال بنعمل لهم قسطرة وبنعمل لهم ديفايسز، بنركب لهم ديفايسز اللي عندهم ثقب في الجدار بتاع الأوزين أو جدار البطين أو عنده قناة شريانية. في قسطرة دلوقتي عبارة عن للدعامات، وبنركب دلوقتي الدعامات الدوائية أو الدعامات الذكية وبقينا نركبها دلوقتي بكفاءة كبيرة جدا ونجاح هايل. في قساطر لدراسة القلب بقى، لو كانت هيعمل دراسة كهربية للقلب أو الناس اللي عندها خلل كهربائي في القلب. في أنواع كتير من القساطر يعني موجودة، والحمد لله دلوقتي في مصر بنقدر الحمد لله نتعامل مع أي نوع من الأمراض دي. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، شرفتنا النهارده. شرفتك، شكرا.